سورة الهجرات مكية قراءة الحفص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم فأنتم لا تشعرون إن الذين يغلون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عليم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم أكثرهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم